ما الأساسات التي في الشاب المتقدم وعلى أساسها ترفض الفتاة وتقبل؟ أولا الدين، يكون دينا لا يكون فاسقا، يعني ولا يكون كافرا طبعا من ثم، ولا يكون يهوديا ولا نصرانيا، هذا أساس. أيضا الكلام الذي سنذكره استحباب بعد كذا، مثلا يكون رجلا صالحا، رجلا صالحا يصلي الصلوات في وقتها، بار بوالديه، بار بوالديه ليس عاقل لوالديه، وصل للأرحام مصليا الصلوات في جماعة، أيضا يجد قوت يومه، يجد قوته، يعني كفء في المال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا لفاطمة بنت قيس لما استشارته وقالت تقدم لي معاوية، إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، اثنين خطبوها، قال رفضهما الاثنين، قال أما معاوية فصلوا كل مال له، فهذا التعليل، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل إنه وضع العصاية والقفة في الخلف وماشي يسافر كثير ولا يستقر، وقيل إنه ضراب للنساء، فقال النبي أنكح أسامة بن زيد. أيضا أن يكون من بيت طيب، من بيت طيب، هذا أفضل المرأة بلا شك، كان مثلا أبوه حشاش وأمه من البغايا، لماذا تقبليه؟ أيضا يكون مقبولا لديك، يعني شخص ترغبينه، شخص تحبينه، الأرواح جنود مجندة، والله أعلم.